السلام عليكم. تعرف ولاية الواد عملية تطوير واسعة لشبكة الطرقات حول مدينة الواد، وكذلك باتجاه البلديات الولاية. وكما نشاهد كل هذه الطرقات الجديدة هي يعني بمقاييس علمية حسب الكاليبراشن تاع الطرق، يعني بطريقة بالمقاييس المعمول بها. وكذلك يعني هذه الشبكة تاع الطرقات يعني رغم يعني قساوة الطبيعة وزحف الرمال وكذا، إلا أنه تم إنشاء حوالي 200 كيلومتر تاع الطرقات جديدة وحول مدينة الواد وباتجاه بعض البلديات نتاع الولاية. إذن المزيد إن شاء الله في من هذه الإنجازات الحقيقة مهمة جدا لفك العزلة عن بعض المناطق والأحياء في الولاية. والسلام عليكم.